فترة المراهقة اللي كلنا مرينا بيها، أكتر حاجة بتواجه الشاب أو البنت في فترة المراهقة إنه بيحاول إعادة اكتشاف نفسه من خلال تمرد على الواقع اللي موجود حواليه، على الثوابت المستقرة والعادات والتقاليد الموجودة في الحياة، وخصوصا بقى نصايح الأهل. كمان قدرته على التحكم والسيطرة على نفسه بتكون أقل في الفترة دي، سواء بالنسبة للرغبات الجسدية أو بالنسبة للأفكار اللي بتخطر على باله. طبعا ده كله بيكون راجع لأسباب كتير، زي مثلا مروره بتجارب كتير جدا سببت له الألم، سواء لنفسه أو للناس اللي حواليه، لحد ما يجي عليه الوقت اللي بيدرك فيه ان السلوك اللي هو بيتبعه ده خطر على نفسه وخطر على الناس اللي حواليه، وبيضايقه وبيضايق الناس اللي حواليه، ومش هيحقق له اي حاجه في حياته لو استمر على الطريقه دي. فبيبدا في اللحظه دي يعيد التوازن مره تانية لحياته. المرحله دي بتكون اسهل لو لقى تشجيع او مساعده من الناس اللي حواليه، من اهله، من اصدقائه، من قرايبه، من ناس حواليه تساعده. بيبدا بقى يحترم المبادئ والثوابت الموجوده في الحياه وخبرات الناس اللي حواليه. بالعكس، الموضوع بيقلب معاه ان هو عايز يعرف خبرات اكتر من الناس اللي حواليه عشان يتعلم. بيبدا يقل التمرد والمخاطره الغير محسوبه اللي هو كان عايش فيها لفتره طويله. طبعا عشان ما نكونش متحاملين قوي على الشاب او البنت في الفتره دي، ده كمان بيبقى خطا للاهل ان هم في الفتره دي ما بيقدروش يستوعبوا التغيرات الجسديه والنفسيه والعقليه اللي الشاب او البنت بيمروا بيها. هو لو لقى ان في حد مستوعب تغيراته دي ومحترم التغيرات اللي هو بيمر بيها وبيحاول يساعده، هيحاول يتجاوز الفترة دي اسرع. كمان من الحاجات اللي بتخلي البنت او الولد في الفترة دي يمروا بالتجربة دي ان هما بيلاقيش حاجة يخرج الطاقة اللي جواه فيها. الفترة دي بيبقى محتاج جدا حاجة تشغله بصورة كبيرة جدا، بصورة اكتر ما احنا متخيلينها. تبعده بقى عن التفكير الطفولي، وتبعده عن الرغبات الجسدية والأفكار المختلفة اللي بتخطر على باله، عشان يقدر يكتشف ذاته ويكتشف السمات الكويسة اللي موجودة فيه وقدراته ومهاراته اللي موجودة فيه، هي هتساعده في حياته. الحالة دي ممكن فعلا يساعد نفسه أو الناس اللي حواليه تساعده أن يخرج من الحالة دي بأسرع وقت ممكن، وهو عنده سلام نفسي وشعور كده روحاني مريح بالنسبة له، غير لما يخرج من الفترة دي وهو مجهد جسديا ومجهد فكريا. فالطريقة اللي بيتم التعامل بيها مع المراهق في المرحلة دي هي اللي بتخليه يا إما يخرج من المرحلة دي وهو صحي نفسيا وجسديا وعقليا، أو مرهق جسديا ونفسيا وعقليا ومش عارف هيعمل إيه في حياته بعد كده. في الفترة دي في الغالب الشخص اللي بيمر بالمرحلة دي بيكون عناده على سبيل العناد، مش عناده لقضية مهمة في حياته وهو متمسك بيها. جايز ده برضو راجع ان الاهل دايما بيحاولوا يوجهوا في الفتره دي، يدوا اوامر للشاب او البنت ينفذوا الحاجه اللي هم عايزينها بالظبط من غير ما يفهموهم سبب اختيارهم للحاجات دي. طبعا في الفتره دي الطريقه دي مش هتنفع مع المراهق خالص، او مش هتنفع مع الشاب او البنت اللي بيمر بالمرحله دي تماما. لما هتحسسه ان هو مسؤول اكتر، ان هو مسؤول عن افعاله، وافعاله دي هي اللي هتقوده بعد كده يا اما للنجاح وتعرفه ازاي ممكن ينجح في حياته، او هتقوده لطريق تاني، طريق مش هيفيده في اي حاجه في حياته. هيبقى عارف مدرك تماما الرقابه اللي عليه مش رقابه اهل، هتكون رقابه ذاتيه وقتها. طبعا هي بتبقى خطوات ومراحل، لما يمر بالخطوات اللي احنا اتكلمنا فيها دي هيبدا يدرك بعد كده ان هو ازاي يقدر يستخدم وقته صح، يستخدمه في هوايه مثلا بيحبها، يستخدمه في رياضه بيحبها، يستمتع بأي حاجة بس مفيدة، تكون حاجة مفيدة. لو عنده هواية كتابة، لو عنده أي حرفة يدوية، لو عنده هواية القراءة، الرسم، الموسيقى، أيا كانت هواية اللي هو بيحبها هيبدأ يوجه نفسه ليها. الناس مش هتستمر معاك للأبد، لكن انت اللي هتستمر في حياتك، وكل حاجة عملتها في فترة المراهقة هتعود عليك بعد كده. طبعا انت في الفترة دي وكل واحد فينا مفكرش في كل الكلام ده، ولما حد كان بيقوله الكلام ده ما كانش بيقتنع بيه تماما. لكن لو انت فعلا عايز الفترة دي تعدي عليك براحة كده نفسية اكبر، حاول تاخد الكلام ده بعين الاعتبار. مقتنعة كمان ان الفترة دي هي مش فترة مراهقة على قد ما هي فترة تطور وتحول شخصية الانسان. الطفل
لشخص ناضج، فحاول تساعدهم اكتر ما تكون ضدهم. تفهمهم لو عندك قدرة انك تفهمهم ايه التغيرات دي وليه بيحصل لهم الحاجات المختلفة اللي بتحصل لهم في الفترة دي. تغيير الصورة للشخص ده هتساعده اكتر ان هو يتجاوز المرحلة دي بصحة اكتر. كمان ده هيساعدك ان يكون في لغة حوار ايجابية بينك وبين ابنك او بينك وبين بنتك او بينك وبين الشخص اللي انت بتحاول تساعده يمر بالمرحلة دي. الشاب او البنت لما يتجاوز المرحلة دي يكون شخص كده مفيد للمجتمع، ما يكونش شخص متعقد نفسيا والفترة دي كانت فترة سودة عليه فيبدأ يتخبط في أفعاله اللي بعد كده. كل ما هتكون مساعد ليه كل ما هتكون المرحلة دي تعدي بسلام كده وبخير، ويكون شخص فعال ومنتج، يكون شخص عارف هو عايز يعمل ايه بعد كده.